عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيتكم بفكرة لفطور الصباح وزادة للمجة متاع الصغيرات، حاجة مالحة وحاجة حلوة باش هكيكا اتنوعوا لهم. اليوم عملت لكم مفن مالح بالطن وفيه زادة جبن زيتون وشوية خضرة. تروا الطريقة قدش مسهلها، بكعبتين عظم اكهو يطيحوا لكم ما شاء الله الخير والبركة. حضرت لكم احويجه حلوه زهده فيها المنفعه، عملت لكم كيك بالبنان ما فماش ما اسهل منها، بكعبتين عظمك هاو زيده وبحجم كبير تكفيكم عيله كامله. وتو تراو الطريقه قدش مسهلها، كل شيء باش تخدم باليد، لا مضرب كهربائي ولا حتى شيء. دونك اقعد معايا وتابعين الاخر. تجيو توا للمقادير. اول حاجه باش نحضروها هو المافنز. خديت 300 غرام فرينه، عليهم كيس من الحليب يجينا 250 مللتر، كعبة ياغورت طبيعي فيها 125 غرام، ربع كيس متاع زيت نباتي يجينا 60 مللتر، كعبتين كبار من العظم، مغرفة كبيرة من خميرة المرتبات تجينا 10 غرامات، شطر مغرفة من الملح، ومغرفة صغيرة من الزعتر اللي يزيدها بنة على بنة، وهذه حاجة اختيارية. وبالنسبة لباقي المكونات هذوما حاجات اختيارية، تختاروا الحاجة اللي تحبوا تحطوها. خذيت لهنا شوية جبن، زيدة شوية من الفلفل الأحمر والأصفر قصيتهم دي كوب، نجموا تستعملوا فلفل أخضر، شوية من زيتون أخضر وأكحل، نجموا تستعملوا نوع فقط يكفي، وزيدة شوية من البصل قصيتو هكية دي كوب صغيرين، وشوية من المعدنوس قصيتو زيدة جويد. وباش نعملها المرة هذه بالطن، دونك خذيت كونتيتي صغيرونة امتع طن. وتوا يجي نوريكم الطريقة. أول حاجة بسم الله باش نفقس كعيبتين العظم، نضيف عليهم شوية من الملح ونركضهم بعضهم جست شوية هكية مع إضافة الزيت النباتي، أو كنضيف الزيت تدريجيا ونخلطوهم في نفس الوقت. الخدمة كلها باش تكون باليد، ما نستحقوا حتى ماكينة. نكمل توا نضيف عليهم كعبة الياغورت، تكون كعبة ياغورت طبيعي ما فيهاش حتى نكهة أخرى، ونضيف الحليب تدريجيا مع التخليط المستمر حتى يكشلين كل شيء يدخل في بعضه ويولي عنا خليط متجانس. توا نكمل نفوحوا الخليط بشوية الزعتر، نخلطهم بالطريقة هذه. راهو الزعتر يفوحها على الاخر على الاخر، سينو اذا كان ما تحبوهش نجموا تستغنيوا عليه. باش نكمل نضيف كمية الفرينة الكل، 300 غرام راهي تكفي بالضبط، لا تزيدوا ولا تنقصوا، راهي مقادير مضبوطة. نغربلها مليح مليح باش ما يبدش فيها اكعابر ولا حاجة. ونفس الشيء باش نكمل نضيف خميرة المرتبات مقدار مغرفة كبيرة ونغربلها هي زيدة. وتوا جست نلم كل شيء مع بعضه بالطريقة هذية، يعني من با لحكي لكلها هكية نخلطهم حتى كشلين تتحل أكل كعابر متاع الفرينة مليح مليح. وراهو الخليط هذية ما يزموش يكون جاري، لازم يكون عقد شوية. توا باش نضيف المقادير الاخرين اللي هو شوية جبن، شوية معدنوس، التن، البصل، وبالطبيعة تحطوا راهو الحاجة اللي تحبوها نتوما. وباش نحط زيدة الزيتون اللي يزيد يبننها، وشوية الفلفل، تنجمو زيدة تحطوا شوية طماطم كيما تحبوا، المهم حطوا الحاجة اللي تحبوا تاكلوها. ونخلطهم بعضهم مليح مليح بالطريقة هذية، تنجمو تعملوا فيه سلامي جامبون، تنجمو تعملوا زيدة دجاج، أي حاجة تحبوها. وهذية الخليط اللي تحصلنا عليه. توا باش تجيب القالب هذية متاع المافنز اللي متعارف عليه، راهو تنجمو تحطو هكاكا ديريكتومون، معنتها جست دهنوها بشوية زبدة وتحطو الخليط، وإلا تحطو هذوما متاع المافنز كيما تحبو انتوما. وباش نبدا نصب في الخليط بالطريقة هذية، بالطبيعة ما نعبيوش للخر بالكل، وفي نفس الوقت زيدا هاكا حطو كونتيتي باهية باش هكاكا تجيكم عالية شوية. وحاولوا اعملوهم قد قد، وراهو الكونتيتي هذية طيح لكم بالضبط 12 كعبة ما شاء الله بالحجم هذية الكبير. نجي من الفوق نحي هكي اذا كان فما زايد على جنب ولا حاجة، ننظف الملم تاعي، نستويهم الكعيبات هكي من الفوق باش يجيوني مستويين مرتوبين ومزيانين. ومقعد توا كان باش نكملو نزينوهم من الفوق. دونك كملت خديت شوية الفلفل الأحمر والأصفر، نكمل نزين بيهم هكية يعطي لون مزيان. نجمو تستعملوا طومات سوغيز على شلي، وإلا زيدة طماطم مجفة تجي زيدة ياسر ياسر محليها وبنينة على الأخر كيما تحبوا نتوما. نجمو زيدة ترشوا شوية جبن من الفوق، شوية معدنوس، أي حاجة تحبوها. أنا كملت ضفت الزيتون الأكحل والأخضر،
وهذه النتيجة كيفاش تكون كملت ورشت عليهم شوية من الزعتر الشايح اللي باش يزيد يفوحها ويعطي إيفيه من الفوق ياسر ياسر مزيان، وتنجموا زادة تستعملوا البازيليك. وهذوما بعد ما كملت حضرتهم توا مقعد كان باش نهزو نطيبوهم، وباش نحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، نشعل عليهم من الفوق ومن اللوطة ونخليهم يطيبوا بين 25 ل 30 دقيقة حتى كشين يحمروا ويطيبوا بالباهي. وتوا باش نتعداو نحضروا الوصفة الثانية، وباش تكون وصفة أحلوة وفيها البنان، يعني هاكا تكون نافعة شوية للصغيرات. خذيت لهنا مقدار 250 غرام من الفارينة، عليهم كيس نتاع سكر مقدار 150 غرام، 100 مليلتر من الزيت النباتي، كعبة ياغورت طبيعي فيها 125 غرام، كعبتين من العظم يكونوا كبار الحجم على درجة حرارة الغرفة، باكو أخميرة مرطبات في 15 غرام، باكو سكر فانيي، وباش نستحقوا 3 كعبات من البنان يكونوا طيبين مليح مليح، يعني تخليهم حتى كشين يوليو كيما هكايا، ومن بعد نستعملوهم. ونجيو توا بسم الله لطريقة التحضير، ما فماش ما اسهل منها، والوصفة هذه زادة باش تكون كل شيء باليد. اليوم ان شاء الله مانيش باش نستحقوا حتى ماكينة، دونك حتى بفرشيطة تنجموا تخدموهم. خديت لهنا 3 كعبات البنان، نحيت لهم القشرة، وباش نرفسهم مليح مليح بالطريقة هذه تنجموا ترحيوهم، والا تو سامبلومون ترفسوهم هكايا. انا ماذا بيا هكايا نرفسهم باش يقعد فيهم كيما الكعب نتاع البنان تجي ياسر محليها. وتوا باش نبداو نحضروا الكيك نتاعنا، فقست كعبتين العظم، نضيف عليهم كميه السكر ونضيف عليهم السكر فانيي، وباش نخلطهم مع بعضهم بالفوي حتى كشلين يذوب لنا اك السكر شويه والخليط يولي ابيض. بالنسبه للسكر ما تضيفوش اكثر من هكا، خاطر راهو البنان احلو، دونك المقادير هذوما مضبوطين. توا نبدا نضيف الزيت تدريجيا ونخلط في نفس الوقت بالطريقه هذه، وكما تلاحظوا الخليط كيفاش ولا لونه ابيض. نكمل نضيف كعبه الياغورت الطبيعي، ونضيف زيده البنان اللي رفسناه الكل، ونرجع نلم ونخلط كل شيء مع بعضه حتى كشلين يتجانسوا. وتوا باش نضيف عليهم كمية أخميرة المرطبات، بالطبيعة نغربلوها، ونفس الشيء زيدا بالنسبة للفارينة باش نحط الكمية الكل، ونجيب الفوي نلم كل شيء بالطريقة هذية، نحاول نحل أكل فارينة معاهم بالباهي، أما في نفس الوقت ما نخدموهش برشا برشا، جست حشنا بها باش تتخلط أكاها. بالنسبة للخليط هذية ما يكونش عاقد برشا وما يكونش سيل زيدا. جبت لهنا المول هذية، ديجا حطيت فيها بابي كويسون من اللوطة باش هكاك ما تلصقش، وهذية القطر متاحة 24 سنتيمتر، يعني الكبر متاحة كبيرة شوية. وبالنسبة لكم انتوما تنجموا تستعملوا بين 20 ل 24 سنتيمتر، إذا كنت تحبوها في العلو عالية برشا كنت تستعملوا 20، وإذا كنت تحبوها كما أنا باش نعملها تعملوا 24. واخذت لهنا شوية زبدة، كملت هكي دهنت الأجناب الكل باش هكاك ما تلصقش، وضفت الخليط الكل، ونجي من الفوق نستويها باش تجيني كلها هكية مستوية أمورها واضحة. وباش نعمل إضافة أخيرة هكية من عندي، وهذه حاجة اختيارية، جبت لهنا شوية من البوفريوة المهروشة عملتها من الفوق، ونفس الشيء اللوز هكية شخشختها من الفوق بالكدي بالكدي، نجمو تحطوا حتى جلجلين أي حاجة تحبوها انتوما، وإلا تخليوها كما هي. وتوا باش نحطها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، تشعل عليها من الفوق ومن اللوطة، ونخليها تطيب مدة 40 دقيقة كاملين. وهذه الكيك متاعنا بعد ما حضرت، كيك البنان ما شاء الله وتبارك الله طابت في حقها، لونها ياسر ياسر مزيان، طلعتها من المول. وباش نعمل عليها شوية عسل من الفوق، نجمو تعملو معجون وإلا سكر غلاس، وإلا زيدا تزينوها بشوية شوكولاتة كيما هكية تتماشى برشا برشا مع البنان. وتوا مقعد كان باش نقص لكم المخصوص ونوريكم من داخل كيفاش طلعت معانا، ما شاء الله وتبارك الله جاتنا عاليه تشرح. واذا كنت تحبوها اعلى من هكا تعملولها في مول تكون اصغر الحجم. بالحق نودكم ولنشهيكم، حبيت نوريكم هكايا عن قرب اشتراوها كيفاش طلعت معانا، وطرف الشوكولاته من فوق زيت فيها اشتر وتجينا اتريه تعمل 66 كيف.
وهذه المافنز الملحين اللي حضرناهم. اوكي اليوم حاولنا باش نعملوا حاجه مختلفه بين المالح والحلو، نجم حتى في لانش بوكس متاع صغيرات تحطوا كعبه مافن ومخصو متاع جاتو، هكاك تكون الوجبه كامله ومتكامله. وكما تراو على القرب ما شاء الله الكعبه تظهر ياسر بريزونتابل ومزينه، وزيدة فيها الخضرة فيها التن فيها جبن، وتكون هكا وجبة فغيمو فيها كل شيء. كما تراو لهنا ما شاء الله حليت لكم كعيبة، كعيبة تكون مهوية وياسر ياسر رطبة وياسر خفيفة. قولوا لي في كومنتار شنو رايكم في فكرة اليوم، إذا كان عجبتكم ونشوفكم في فيديو جاي. باي باي.